يتم الآن تنفيذ المرحلة الأولى في منطقة سنترال بارك المخصصة للتسلية والترفيه ضمن مشروع الجادة في إمارة الشارجة. التصميم من إبداع المبدع الراحلة زها حديد، مستوحى من قطرات الماء ثابتة فوق سطح الأرض على أشكال بيضاوية بارتفاعات مختلفة وتداخل القطرات بعضها ببعض. مساحة سنترال هاب تفوق مساحة 25 ملعب لكرة القدم، توصل ل 1.9 مليون قدم مربع، ومنها 7032 ألف قدم مربع من الحدائق والمساحات الخارجية. ومول سنترال بارك ومنصة ومطعم في برج يعلو المدينة، سينما خارجية، قرية فود تراك، سكيت بارك، نوافذ راقصة، مناطق ترفيهية أخرى والكثير غيرها. يخطط المطور إنجاز المنطقة الوسطى سنترال بارك في عام 2022.